عزيزي المشاهد، برحب بيك في حلقة جديدة من برنامجنا أسئلة حائرة، اللي بنجاوب فيه على أسئلة حيرت وبتحير الكثيرين. بيسعدنا دايما أن نستضيف معانا دكتور بارتي عبد المسيح. أهلا بيك دكتور بارتي. أهلا بيك يا دكتور إكرام. أهلا بيك. حلقة جديدة وسؤال محير جديد. أمين أمين. مستعد للجواب دكتور بارتي؟ أيوة. أحبائي، الكتاب المقدس يعلن لنا أن الخلاص مرتبط بالمسيح. المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، والذي جاء من أجل خلاص الإنسان. دي المهمة اللي من أجلها تجسد الله، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. والكتاب المقدس في رسالة العبرانيين صح 10 عدد 5 يقول لنا كده: لذلك عند دخوله، أي المسيح، إلى العالم يقول: ذبيحة وقربان لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. دكتور بارتي، إيه الكلام الصعب ده؟ أيوة. هو احنا وقفنا عند الآية دي المرة اللي فاتت، وأنا كنت وعدت السادة المشاهدين ان انا هقف عند الآية دي شوية، في الحلقة دي واشرحها. لانه ذبيحة وقربان لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا عند دخوله الى العالم. عند دخول الابن، هو بيتكلم على الله الابن. عند دخوله الى العالم، الله الابن كان ازلي زي ما قلنا لما تكلمنا عن شخص المسيح، لكن عند دخوله الى العالم حسب الشريعة اليهودية، كل طفل مولود أول لما يتولد، ودي حتى الشريعة دي ورثها الإسلام برضو من اليهودية، كل طفل لما يتولد يقدموا عنه ذبيحة، لازم كل بكر فاتح رحم يقدموا عنه ذبيحة. لكن كاتب الآية دي متاخدة من مزمور. المزمور ده كاتبه داود النبي 1000 سنة قبل مجيء المسيح. بيقول حاجة مخالفة تماما للشريعة اللي هو الملك بتاعها. ده هو الملك بتاع إسرائيل، مؤسس إسرائيل. ويجي يقول آية بروح النبوة تبدو وكأنها مخالفة للشريعة تماما. فمحتاجين نفهم الآية دي يقول إيه. في المزمور 40 والآية 6: بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. اشمعنى؟ راح الروح القدس يوحي لكاتب رسالة العبرانيين ان ياخد الآية دي وياخدها دليل على حاجة فريدة عند يسوع المسيح الابن. يقول ايه؟ كل الناس، كل العالم المولودين حسب شريعة موسى، كل اليهود المولودين لازم يتقدم عنه ذبيحة وتقدمة، وكل المولودين لازم يتقدم عنه ذبيحة خطية. لكن عند دخول يسوع إلى العالم لم يكن محتاج إلى هذه الذبيحة هو. ليه؟ لأنه كان مولود من غير آدم، بلا خطية. فعشان كده يقول إيه؟ طب إزاي المولود ده لا يحتاج إلى ذبيحة؟ أصل المولود ده مش مولود عادي، ده هيأت. عشان كده بعدين يقول ايه؟ هيأت لي جسدا. وانا عايز اقول حته فنيه قوي هنا. الحته الفنيه انه لو احنا بصينا حتى في للهامش اللي تحت في بعض الطبعات من الكتاب المقدس، لقي مكتوب حسب الترجمه السبعينيه. ايه الترجمه السبعينيه دي؟ الترجمه السبعينيه قبل مجيء المسيح بحوالي 280 سنه، الامبراطور الروماني قرر، علشان اليهود كانوا لهم قوة خاصة في المملكة بتاعته وفي الإمبراطورية بتاعته، والكتاب بتاعهم كان كتاب ليه وضع خاص، قرر أن يترجمه من اللغة العبرية إلى اللغة، من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. فلما عمل كده أمر اليهود يعملوا كده، راحوا اليهود كونوا لجنة من 72 شيخ، وبيقولوا إن هو أكتر من 72، عشان كده سميت الترجمة السبعينية. وترجموا
الكتاب العبراني، الكتاب المقدس العبراني من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. هذه الترجمة تسمى الترجمة السبعينية. تمام. الترجمة السبعينية موجودة، دي موجودة. لما هنقدم الكتاب المقدس نقدم الترجمة السبعينية، موجودة في النسخة السينائية برضو. الترجمة دي لما جاي ترجم المترجم السبعين مترجم دولهم آية 6 من مزمور 40، ترجموها كده: بذبيحة وتقدبة لم تصر هيأت لي جسدا. هم مش بيغيروا، تروح القدس الخاضهم يكتبوها كده. ليه؟ يعني إيه؟ أذني فتحت. أذني فتحت هي كناية عن التجسد، نبوة عن التجسد. إزاي؟ أذني فتحت. أذني فتحت، نبوة عن التجسد. إزاي؟ العبراني في حسب الشريعة اليهودية لما يكون عنده عبد من خواته العبرانيين عبراني زيه، بعد في الير بتاعت الجبلي، السنة بتاعت الجبلي اليوئيل، اليوئيل سنة اليوئيل، لازم بعد 7 سنين يطلق أخوه العبد حر. لكن العبد ده لو بيحب سيده وبيطوعه مش عايز يسيب بيت سيده، لأن سيده شخص كويس، يقول له لا مش عايز يسيب بيتك، يروح صاحب البيت ياخد أذن العبد دي وحطها على الباب، وروح لما يحطها على الباب يروح خارم اللي هي حلبة الودن دي، يخرمها على الباب. معناها ان ده بقى العبد بتاع الباب ده ما يخرجش منه تاني، بس هو اختار كده بنفسه، محدش اجبره. فهنا بيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر أذني فتحت. هنا سقطت. فتحت يعني سقطت. ما هو الكتاب حسب سفر اللاويين وحسب سفر التثنية يقول ويفتح أذنه. مش بيقول يسقط. أوكي؟ لكن مقصود بيها ثقب الأذن. ثقب الأذن. فهو إيه علاقة ده بالتجسد؟ بص اسمع. الذي اسكن في سورة الله فيليبي 2 لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، ولكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. هيأت لي جسدا. داود النبي تنبأ قبليها بألف سنة في مزمور 6. عشان كده اللي أخذ صورة عبد ده في الأصل هو اللي اختار ان يكون في صورة عبد علشان يطيع الآب السماوي، ويأتي في صورة عبد. بيقول ايه؟ اخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كإنسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. خلاص بهيئة في الهيئة كإنسان. الله هيئ للابن، مش خليقة بقى، مش خلق، هيئ لي جسد من مستودع العذراء مريم بدون خطية، بأنه خد مستودع العذراء الروح القدس وبقوة العلي طهره وصنع هيئ جسد لإقنوم الابن ليأتي إلى العالم في صورة عبد صائرا في شبه الناس. لا يمكن أن تقدم عنه ذبيحة لأنه هو طاهر بلا خطية. وهنا فلا يحتاج إلى فداء، وهو غير مخلوق. وهيأت عشان كده غير مخلوق، عشان كده في مولود قانون الإيمان مولود غير مخلوق. حتى رغم ان دايما ما بتتكلمش عن التجسد دي، بتتكلم على أزلية الابن، وبتتكلم على استمرارية الولادة اللي هي احنا قلناها بالانجليزي eternal generation، اللي هي استمرارية المجيء من الله الآب. وساعتها انا قلت زي اكنك بتتنفس. اوكي، بس دي نقطة مهمة جدا احنا بنحب نوضحها، ان المسيح لم يخلق. أيوة. عندما جاء إلى العالم الآب هيأ له جسد، ولم يخلق الابن لأنه هو الله غير مخلوق. أيوة. ونقطة تانية الحقيقة أنت قلتها في منتهى الأهمية، أنه جاء طواعية بكامل إرادته. أيوة. لم يفرض عليه شيء. أيوة. وعندما صلب طواعية. أيوة. ولم يفرض عليه ذلك. لا. هو اختار. هو اختار أنه يصلب ويموت بكل سرور. أيوة. من أجل خلاص الإنسان. أيوة. عشان كده فتحت أذني فتحت. يعني انا اختار، انا اللي عاوز كده. عشان كده، لان هو عاوز كده، الله الاب هيئ له جسد. عشان كده قوه العلي تظللك
والروح القدس إيه؟ يحلوا يحلوا عليك. نعم. لذلك المولود منك يدعى ابن, ابن الله. الله. هنا بنوة حقيقية, ده من الجوهر بتاع الله, ولكن اختار أن يأتي في صورة عبد وياخد جسد يتنبأ عنها. شوف دقة الكتاب, قصة اليوبيل والعبد العبراني مع نبوة بعدها بحوالي حاجة مذهلة 500 سنة يتنبأ داود ويستخدمها بعديها ب 600 سنة المترجم اللي بيترجم من اللغة العبرية لليونانية يترجم الترجمة الصحيحة التي تتفق مع تجسد الابن, ترجمة دقيقة إلهية, تدخل إلهي. هو مش غلطان في الترجمة, لا, هو كان أقرب إلى المعنى في جيله للمعنى بتاع الترجمة الحديثة اللي ترجموها اليهود في العصر الحديث, وكانوا في منتهى الدقة في ترجمتهم, منتهى الدقة 70 واحد بيترجموا ولا يوجد احتمال للأخطاء. فأذنية فتحت ترجموها هيأت لي جسدا. مش ده روعة الترتيب الإلهي؟ طبعا ما يبقاش أروع من كده, ما فيش ما يبقاش أروع كده من كده. القصة ماشية من سفر التثنية واللويين لكتاب المزامير لرسالة العبرانيين, أكنها قصة مكتوبة في يوم واحد بتتحقق, وفي وسطها المترجم في عهد ما كانش فيه أنبياء. نعم نعم. كلام أكثر من رائع دكتور بارتي. أحبائي, لقد تجسد الابن, لقد تجسد الله, لأنه ما كانش في حل تاني لخلاص الإنسان غير أنه الآب يهيئ جسد للابن, والابن بكل طواعية يقبل أن يذهب إلى الصليب من أجل السرور الموضوع أمامه, ويقبل بكل طواعية أن يسفك دمه لكي ما يطهر من كل خطيئة. أحبائي, ياريت نفكر في الكلام ده. هنواصل حديثنا. أنا عارف أن في تساؤلات كتير جدا في أذهانكم, أنا بالنيابة عنكم هتولى سؤالها للدكتور بارتي, لكن أنا عاوزكم تفكروا معايا في هذا الكلام المهم, لأن الكلام ده قد يحدد مصيرك الأبدي كله. خلونا نتوقف مع هذا الفاصل ونرجع علشان نواصل حديثنا مع تجسد الله. أحبائي, رجعنا تاني عشان نواصل حديثنا الشيق. اتكلمنا عن ذبايح كثيرة اتقدمت في تاريخ الأنبياء, تيوس وعجول نحروا ودمهم سفك. اتكلمنا عن هيأت لي جسدا, الله هيأ للابن جسد جاء به إلى العالم. الابن لم يكن مخلوقا ولكن هيأ له جسد عندما حل الروح القدس على أحشاء العذراء القديسة مريم. دكتور بارتي, إيه علاقة هيأت لي جسد بالخلاص؟ ده سؤال مهم جدا. سؤال صعب؟ لا سؤال مهم, بس عاوزين توضح لنا. أيوه. ارتباط هيأت لي جسد بالخلاص. أيوه. انت فاكر اول ما ابتدينا, دي الحلقة الثالثة في الموضوع ده. نعم. اول ما ابتدينا قلنا ان مشكلة الانسان مش قد ايه هو حلو قد ايه هو وحش, مشكلته انه كله ميت. نعم. كله بيموت وكله هيموت, والموت بيمارر وماشي فينا, رضينا او لم نرض, الموت علينا حق. كله بيموت. فبقي في عندنا هنا حاجة ماسكة علينا سلطان, قيد اسمه الموت. نعم. الله بص منذ الأزل, عشان كده بيتكلم على ذبيحة الابن اللي هيأت لي جسدا دي, على يقول إيه, الذي بروح أزلي قدم نفسه, قدم نفسه ذبيحة من أجل الإنسان منذ الأزل, قبل حتى والله يخلق الإنسان. بص, لأن الله عارف سابق المعرفة بسابق معرفته. بص يقول الكتاب هنا إيه في رسالة العبرانيين أصح 2, يقول إيه عدد 12 عدد 14 و15,
فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم. نعم. اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. لا محتاجين توضيح. ما أنا هشرحها دلوقتي. يعني يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان. هشرحها دلوقتي. تمام. مين سبب الموت بتاع الإنسان؟ مين اللي راح جربه وقعه وخلاه يعصى الله وبالتالي تبقى طبيعته بتموت ويطرد من قدام الله؟ أصل الإنسان لو عاش في حضرة الله على طول ما يموتش، لكن هو لما اطرد من قدام الله طبيعته سقطت، ولما اطرد من قدام الله بيموت، فبقى في سلطان عليه، الموت علينا حق بقى ما فيهاش فصال. وبعدين الله بص، الله الاب اطاع الله الاب، واذ قد تشارك الاولاد، هو عاوز يتبنى، الله عايز يتبنى اولاد، عايز ياخدنا ويتبنانا ونبقى اولاده فعلا. لكن عشان نبقى اولاده ازاي الله يدخل في جسد شرير؟ ما ينفعش. فلما تشارك الاولاد اللي هو احنا كلنا بما فيهم اخواتنا المستمعين، اشتركوا في اللحم والدم، لحم ودم لا يرثان ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد. فلما تشاركنا كلنا واحنا فاسدين، شاركنا ايه سر الفساد؟ اللحم والدم. اشترك هو ايضا فيهما، لكن لما اشترك فيهما هيئ لي جسد من غير ادم، فصار ما فيهوش خطيه. عشان كده يسوع المسيح هو الوحيد الذي ولد على ظهر هذه البسيطه بلا خطيه، هو الوحيد ليس غيره. كل انسان ابليس ماسكه بالخطيه الا يسوع المسيح. نعم. فليه؟ لانه اتهيأ لي جسد من العذراء مريم بلا خطيه. نعم. فهيأت لي جسدا. فإذا كان تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما. فلما الجسد ده يروح يموت من اجلي ومن اجلك على الصليب، احنا قلنا بروح ازلي يقدم نفسه، يعني الصليب ده مش حادثه حصلت بالصدفه، ده حاجه مرتبه من قبل الله منذ الازل. فلو نقطه دم واحده منه، احنا قلنا كل الانبياء عمالين يقدموا ذبائح 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 ذبائح، هم مش فاهمين ليه، غير انه الذبيحه دي الله قال في سفر اللاويين، في كتاب اللاويين، انه اللاويين دول يعني لاوي يعني الخادم بتاع الله، سفر الكهنه يعني. فالله قال ان الدم يتحط على المذبح للتكفير عن الخطيه، الدم ده بتاعي انت ما تاكلهوش، ممنوع تاكله، ده يتحط على المذبح للتكفير عن الخطيه. فبقي دم تيوس وعجول ما ينفعش، قلنا محتاجين دم يكون واحد بلا خطيه وواحد اعلى من الانسان. فالله لما ظهر في صوره انسان هيأت لي جسدا، زي ما حكيتها من دقايق في الحلقه بتاعه النهارده، ازاي هيأ لي جسد؟ فبقي الجسد ده لو راح وضقت الدم واحده منه تعطيه خلاص. فلما راح يسوع اتصلب واتحط في القبر، يتقال عنه ايه في منتهى الروعه في رساله رومي اصح واحد ايه 4، الروح القدس راح اسمه روح. في الايه دي الروح القدس سمي باسم جديد، الروح القدس سمي باسم جديد مره واحده في تاريخ كتاب مقدس كله، يسمى روح القداسه، لانه تعين بالقوه من جهه روح القداسه بالقيامه من الاموات. الروح القدس راح، بص بقى النبي يتنبأ عنها في مزمور 16 ايه 10، 1000 سنه قبل المسيح، يقول لك ايه؟ لانك لن تترك نفسي في الهاويه، لم تترك نفسي في الهوية، لن تدع قدوسك يرى فسادا. وبطرس في الوعظة بتاعته في سفر الأعمال يقول إيه؟ كلنا نعلم أن قبر داود مات، لغاية دلوقتي مات ورأى فساد، ورأى فساد. أمال كان بيتكلم على مين داود؟ نعم. كان بيتكلم على هذا الابن الذي وضع في القبر والروح القدس راح، فلم يكن فيه خطية لأن الجسد قد تهيأ. فلما لم يجد فيه خطية روح القدس عمل فيه إيه؟ تعين، يعني أثبت أمام العيان إنه هذا الجسد هو جسد ابن الله. نعم. فأقاموا الروح القدس من الأموات، روح القداسة بقى اسمه روح القداسة، مرة واحدة يتسمى روح القداسة. ويروح مقوم روح القداسة ليه؟ هو اسمه روح القدس لأنه قدوس في نفسه، لكن روح القداسة يعني الروح الذي يزرع شيء بلا خطية.
ففي كل مرة الروح القدس يروح عند أي إنسان يجد فيه إيه؟ خطية. إلا في هذه المرة لم يكن فيه فساد، لأنه الجسد ده إيه؟ هيأت لي جسدا بلا خطية. مختلف عن أي جسد. فرح عمل فيه إيه؟ أقامه من الأموات معلنا أن هذا هو ابن الله. تعين. فلأول مرة في التاريخ أي حد يكسر شوكة الموت ويأتي ويقوم من الأموات بذاته، وليس لأن نبي من الأنبياء أقام وبعدين مات تاني. يسوع ما ماتش تاني ولن يموت إلى أبد الأبدين، لأن هو لم يوجد فيه، لو كان فيه خطية يموت، يجي الروح القدس يقومه ما يلاقيهوش، يلاقي فيه فساد ما تقومش. لكن شهد الروح القدس بعدم الفساد. فعشان كده يقول إيه؟ كي يبيد، فقد تشابه أولاد في اللحم والدم الشركة هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بموته، هو بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، اللي هو مين؟ بموته، بموت المسيح، بموت المسيح. ذاك الذي له سلطان يبيد بالموت. بالموت، هي مش بموته في الكتاب. في الكتاب بالموت، بالموت. لكن بموته، أنا بالموت قلت بموت المسيح. يعني ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. لأن إبليس هو اللي ماسك علينا زلة الإيه؟ الخطية، اللي هي موجودة فينا بالطبيعة، مش احنا بنخترعها بنقول احنا خطاة ولا مش خطاة. إبليس. ويعتق أولئك، اللي هو كل اللي يجي للمسيح خوفا من الموت. كل واحد في المشاهدين، واحد بس يطلع لي كده أقول أنا مش خايف من الموت، كانوا جميعا كل حياتهم كل تحت العبودية، كل حياتهم عندهم عبودية قاسية، هي إن عليك يوم هتموت، والموت ده انت ما تعرفش بقى هيجي امتى، وغير كده ما تعرفش وبعد الموت ده هيحصل فيك ايه، هتموت موت ابدي ولا لا. الا هؤلاء الذين احتموا في ذاك الذي استطاع ان يهزم الموت وطلبوا منه. هنيجي بقى للايه اللي انت اللي احنا قلناها في اول حلقه، واما كل الذين قبلوه. نعم. يعني فهموا الحكايه دي، قالوا نعم يا رب انا اتي اليك وبقبل هذا العمل الذي تم من أجلي، وأنا بقبله فعلا في حياتي، تعال تفضل اصنع في هذه الخليقة الجديدة. طب قبل ما يموت المسيح كان ممكن تحصل الخليقة الجديدة من غير ما يموت؟ إزاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش طبعا، واضحة ما ينفعش. ليه؟ لأن كل الأنبياء بلا استثناء كانوا بيشهدوا أنها ما ينفعش بأنه يقدم ذبيحة ذبيحة. لكن هذه الذبائح، ذبائح مالها؟ ذبائح لا تصلح، لسبب بسيط جدا، ان هذه الذبائح فاسده، لها دم فاسد. عارف انت تعرف في ايه في رساله في سفر الاعمال بتتكلم على الكنيسه وبتقول عن الله انه الذي فدى كنيسه المسيح في اعمال 15:2، كنيسه المسيح التي افتداها بدمه. لا دي في اعمال 20، كنيسة المسيح الذي افتداها بدمه. بدم مين؟ بيتكلم على الله، بدم الله. هل الله عنده دم؟ لا. الإنسان يسوع المسيح الذي تجسد، إنسان كامل وإله كامل، الذي تجسد بذاته على الصليب. نعم. خد مكاني، فبقي بالدم ده يحدث فداء لكل من يقبل المسيح. لما هصدق في الفداء ده وأرحب بيه وأقول له تعالى رب يعني اصنع هذه المعجزة، ده المقصود بيقبل المسيح. عايزين نعرف إيه المقصود بيقبل المسيح، أن يقول له يقبل عمله وقول فعلا أنا مصدق، أنا في أشد الاحتياج لهذا الفداء. أنا مش هقدر أبقى حي من ذاتي. الوحيد اللي عنده حياة في ذاته هو مين؟ الله والابن. يسوع المسيح قال لي لأن لي حياة كما أن الأب له حياة في ذاته، فبيقول على نفسه يسوع أنا لي حياة في ذاتي لأن هو الله ظهر في الجسد. فلما مات على الصليب اللي يقبل ده يأتي روح الله إلى قلبه، يقبل أولا يصدق، ثانيا يطلب، يطلب يدعو الله. يطلب بتوبة، يقول له يا علشاني أنا، يدعو يقول إيه يا دكتور؟ يقول له مثال، يقول له إني أصدق عملك من أجلي على الصليب يا يسوع، إني أقبلك في قلبي، اصنع هذه المعجزة في حياتي اليوم. أنا عايز أقول لأي واحد ما صلاش الصلاة دي النهاردة قبل كده يا ريت يصليها، لكن أنا عايز أقول لكل واحد صلى الصلاة دي قبل كده أنه يتأكد أنه ابن حقيقي لله، مش مجازي، مش مجرد فعلي. لقب، مش لقب، ده مش لقب. نعم. ده واقع حصل بخليقة جديدة صنعها الله، هذه الخليقة يسكن في داخلها روح الله. دكتور بارتي شكرا ليك. أحبائي كثيرين واقعين تحت عبودية الخوف من الموت، ما فيش حاجة هتحررك
من هذه العبودية غير أنك تقبل خلاص المسيح. أنا بدعوك أنك ترفع قلبك للسماء وتدعي ربنا وتقول له يا رب أنا مصدق أنك جيت وتجسدت ومت على عود الصليب، وأنا بقبل يا رب خلاصك اللي صنعته على عود الصليب. تعال يا رب أدخل حياتي وغير حياتي واجعلني خليقة جديدة. أحبائي عاوزين نسمع منكم، عاوزين نعرف أراءكم، عاوزين نسمع تساؤلاتكم، عاوزين نسمع حتى اعتراضاتكم. راسلونا عن طريق الإيميل بتاعنا asilahaera@gmail.com. وإلى اللقاء في حلقة قادمة والرب معكم.